أولا المؤتمر هو لحظة استثنائية لمعالجة القضايا ذات الرهينة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان وفيما يتعلق بضمانة حقوق الدفاع. الأكيد أن الآن هناك سياسات ما قبل الدستور 2011. طبعا الحديث الآن يتعلق بالمقاربة التشاركية، وهنا نؤكد على أن فيما يتعلق بالمقاربة التشاركية على مستوى صناعة القرار العمومي، لأن أهم وثيقة دستورية في المملكة المغربية هي مقتضيات دستور 2011. تأسست على مقاربة تشاركية بناء على الخطاب الملكي، بناء على اللجنة الملكية، بناء على الآلية السياسية، في حين أن هناك مجموعة من المشاريع تتعلق بالتشريع الضريبي المتعلق بالقانون المالية، تتعلق بالمشروع المتعلق بقانون المهنة، تتعلق كذلك بالمشاريع المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية أو قانون المتعلق بالمسطرة المدنية. الآن هناك خرق لهذه المقتضيات المرتبطة بضمانات حقوق الدفاع، المرتبطة بضمانات المتعلقة بالمقاربة التشاركية. هذا جانب. الجانب الثاني، الآن هناك سيكون نقاش وسيكون تداول في هذا المؤتمر تتعلق بالضمانات ذات طبع المؤسسات والدستور الذي ممكن اللجوء إليه من خلال إعمال مقتضيات الفصل 132 من الدستور المملكة الذي يؤكد على الحق الإحالة المشروع القانون المالية على المحكمة الدستورية للقول على هل أنها تطابق الدستور أو لا تطابق الدستور، بمعنى هناك آلية دستورية. طبعا هذا نقاش يقتضي أن يتم التداول فيه. حقيقة نحن أمام مفارقات ترتبط بدور المحامي في تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي كان المحامي في قلب الحدث المؤسساتي والحدث السياسي والحدث النضالي من خلال ما يسمى بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مرتبطة بالقانون الدولي على نطاق واسع، الذي ترتب عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مجموعة من مخرجاتها أصبحت جزء كبير من وثيقة دستورية. وهناك الآن هناك سياسات غير مسبوقة على مستوى العمل الحكومي، على مستوى العمل البرلماني، على مستوى العمل التشريعي فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمنظومة العدالة، في القضايا المرتبطة بضمانة حقوق الدفاع، بالقضايا المرتبطة بالحق اللجوء إلى القضاء. طبعا لا يمكننا أن نقارب هذه القضايا من حيث إعمالها ومن حيث تداولها من خلال مقاربة أحادية ترتبط بالسياسات العمومية. الأكيد إذا كانت العدالة والقضاء والمحاماة شركاء في صناعة القرار القضائي، طبعا عندما يتعلق بالسياسات فمن حقنا أن نقدم تقييم بشأنها، أن نقدم انتقادات، أن نقدم تقييمات، أن نعمل بالاحتجاج، لأن هذا يرتبط بالوثيقة الدستورية، يرتبط بضمانات حقوق الدفاع، يرتبط بحقوق الإنسان. طبعا على أن المؤتمر سيتم التداول في قضايا متعلقة، هناك قضايا عالقة ترتبط بحق الإنسان، ترتبط بضمانات حقوق الدفاع فيما يتعلق رسالة الدفاع. هي رسالة الدفاع أم لا يتعلق، لأن نحن لسنا بخبراء، نحن لنا رسالة، وعندما نقول رسالة طبعا نحن نؤثر في القرار العمومي، نؤثر في صناعة القرار القضائي، نؤثر في صناعة التشريعات، طبعا تبقى مقتضيات الوثيقة الدستورية التي جاءت بأحكام ومقتضيات جديدة، جاءت بآلية المشاركة من خلال العرائض بالملتمسات، جاءت بمبدأ التشاركية. إذا الآن فيما يتعلق بمشروع القانون المالية، الأمر لا يتعلق بتوجهات ترتبط فقط بالمؤسسة الملكية، أكيد على أن المشروع القانون تم التداول فيه في المجلس الوزاري تبقى المقتضيات فصل 49 دستور، ولكن تحدث عن التوجهات الكبرى، في حين على أن المجلس الحكومي هو الذي قام بأجراءات هذه التوجهات على مستوى المقتضيات وعلى مستوى الفصول. إذا نحن أمام مساءلة ترتبط بالسياسات العمومية، ترتبط برئيس الحكومة، ترتبط بالعمل الحكومي، لأن الآن تم دستور المجلس الحكومة. إذا الأمر لا يتعلق بالسياسات العامة، الأمر يتعلق بالسياسات العمومية، وبالتالي ممكن أن ننتقدها، لأن القرار العمومي الآن في إطار مقتضيات دستور 2011 أصبح مشتركا بين الدولة والمجتمع، بمعنى على أن عندما نقول على أن المقاربة التشاركية، ما معنى المقاربة التشاركية؟ المعنى المقاربة التشاركية ليس هو إحالة القوانين على هيئة الدفاع من خلال مكتب جمعياتها ومن خلال هيئاتها، بل وأن نتفق على التوجهات الكبرى، نتفق على المبادئ الكبرى. عندما نتفق على التوجهات الكبرى نعمل على أجراءات هذه التوجهات على مستوى احترام القرار المهني، استقلالية القرار المهني، من حيث تعزيز ضمانة حقوق الدفاع، من حيث جعل نوع من التوازن بين السلطة القضائية ومؤسسة الدفاع. الآن الخطاب ديال السيد رئيس المنتدب
ما يمكن أن نستخلص منه على أن العدالة والسلطة القضائية لا يمكن أن تشتغل بدون محامين. طبعا المحامون لا يمكن أن يشتغلون بدون تعزيز ضمانات حقوق الدفاع، بدون جعل القرار المهني قرار مستقلا، بدون تعزيز أفق جديد على مستوى المقتضيات المرتبطة بمشروع قانون المسلسل الجنائية. إذا تحدثنا عن الوثيقة الدستورية 2011 التي هي إحدى مخرجاتها ترتبط بتوصيات الهيئات الإنصاف والمصالحة الذي كانوا المحامون في قلب الحدث، لأن المحامون أيام ما يسمى بتاريخ الانتهاكات الجسيمة فيما يتعلق بماضي المظالم، كان المحامون نقباء في قلب الحدث في أكبر لحظات المرتبطة بالمحاكمات، محاكمة 1965، محاكمة 1963، محاكمة 1971، محاكمة 1981، جميع اللحظات الكبرى كانوا المحامون في قلب الحدث الحقوقي، كانوا المحامون في قلب الحدث المؤسساتي، وكانوا المحامون أيضا في قلب الحدث الوطني. أكيد على أن الاختيار مادي. هل هناك من يريد تقزيم هذه الصلاحية التي تكلمت عنها، المهام الكبرى للدفاعية كرسالة بغى يقزمهم؟ أكيد على أن عندما نتعلق بعن التوجهات الكبرى للدولة تذهب في 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 توجه يذهب في تعزيز هذه الضمانات، ولكن عندما يتعلق الأمر بسياسات أكيد على أنه هناك نوع من مقاربة جديدة، نوع من مفارقة جديدة التي ليس الهدف منها المساس بمؤسسة الدفاع بقدر ما المساس بباقي السلطات، لأنه لا يمكن أن نعزز استقلال السلطة القضائية. السلطة القضائية من خلال نضالات مؤسسة الدفاع عبر تاريخ المغرب، من كان يتكلم عن استقلال السلطة القضائية؟ القضاء من انتقاله من الوظيفة إلى السلطة في انتظام نوع من التوازن بين السلطات. من هم المحامون؟ عندما نتحدث عن الأمن القضائي نتحدث عن استقلال السلطة القضائية بكل تعبيراتها، عندما نتحدث عن قانون التنظيم بشأن استقلال السلطة القضائية، ما الهدف منه فقط؟ الهدف منه هو تعزيز ضمانات حقوق الدفاع. لا يمكن أن يكون قضاء مستقلا آمنا من خلال الأمن القضائي، من خلال الضمانات، من خلال تعزيز الحقوق والحريات، من خلال حماية الأفراد والمؤسسة، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال المحامي. المغرب اليوم الآن مؤسسات وكل التعبيرات، إما أن تكون تعبيرات مؤسساتية أو تعبيرات غير مؤسساتية، لها بهانة ترتبط بتعزيز ضمانات الحقوق والحريات، لأن المغرب اليوم هو مغرب هذه المخرجات المرتبطة بتوصيات الهيئات الإنصاف والمصالحة. أكيد أكيد على أن لا يمكن أن يكون أفقا جديدا أفق للمصالحات الكبرى، أفق لقطع البت في القضايا العالقة ترتبط بالوطن وترتبط بالمؤسسات وترتبط نوع من الإجماع العام على روح المغرب الجديد، إلا من خلال تعزيز الحقوق والحريات، خصوصا أن وثيقة الدستورية بإحدى التوصيفات ترتبط بالحقوق والحريات.